بك، ما الذي يضيفه هذا التصنيف الجديد لروسيا بأنها التهديد الأكبر للحلف اليوم؟ الواقع أن هذا يغير كثيرا الموقف، وكما ظهر ذلك في المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي نحن على وشك الاتفاق عليه في هذه القمة، وكذلك يظهر ذلك أيضا عن طريق القرارات اتخذتها كل فنلندا والسويد والذي أصبحا أعضاء في الناتو، وبالتالي نشاهد أن هناك تغييرات كبيرة وذلك يظهر وينعكس على أعمالنا هنا في مدريد. يعني أتيت على ذكر فنلندا والسويد وإنهاء حالة الحياد هذه من هاتين الدولتين أيضا، ما الذي يضيفه إلى الحلف بالنظر إلى قوة الدول الموجودة بالحلف وطبيعة الأدوار المختلفة لهذه الدول؟ الواقع كل من فنلندا والسويد سيساهمان في المجال الأمني والدفاع بجيشهما ومعداتهما، وبالتالي هناك مساهمة أكيد ملموسة منهم، ولكن ما هو أهم من ذلك هو أن هذان المجتمعان قويان ولديهم قيم ديمقراطية كبيرة وقدرة كبيرة على المقاومة والصمود، ونحن نشجعها في الناتو، وبالتالي فهم سيضيفان الكثير من العمل الجيد إلى عمل الناتو، وسيجعلان الناتو أقوى وما سيصبحن أقوى، والتحالف والمنطقة برمتها ستكون أكثر سلاما. اليوم حينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي برا وبحرا وجوا، يفتح سؤالا عن الدور الأمريكي في الحلف وبالتالي الدور الأمريكي في التهديد الذي تشكله وتصنفه الدول الأوروبية لها المتمثل في روسيا، هذا الدور الأمريكي إلى أي حد يأخذ من القرار الأوروبي داخل حلف الناتو؟ هذا تقصد أنه هذا يحقق تقدم وزيادة في قوة الناتو؟ زيادة في قوة الناتو وزيادة في الوجود الأمريكي عسكرياً بهذه الطريقة، يفتح السؤال مرة أخرى على القرار الأوروبي مجتمعاً داخل الناتو، مدى تأثير الوجود الأمريكي بهذه القوة على القرارات الأوروبية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة طبعا صديق وحليف قوي جدا في هذا التحالف، ومن المساهمين الكبار، ومهم جدا ما تقوم به أمريكا وفي المنطقة، مهم للجميع بشكل عام، وعلى سبيل المثال مثلا لإسلندا بلدي التي هي بلد ليس لدينا جيش، وبالتالي فالتعاون معنا قوي جدا ومفيد، وأن الولايات المتحدة قد تقدمت في الأشهر الماضية لعرض مساعداته، وهذا مهم للتحالف الناتو وأيضا بالنسبة للمنطقة برمتها. بالنسبة لهذه القمة والتزامن مع التطورات العسكرية في أوكرانيا، ما هي الخطوات العملية مع التأكيد على أن الحلف في الأساس هو حلف دفاعي، هذا التأكيد الذي يأتي من القادة، لكن هل ننتظر خطوات بعد القمة مرتبطة مباشرة بتطورات الحرب التي تشكل أكبر تهديد على الدول الأوروبية كما يقول الزعماء؟ أنت محق تماما، فالناتو فعلا تحالف دفاعي، وهنا
في الأيام 126 الماضية اتخذنا قرارات بشكل مستقل، كل دولة بحد ذاتها، كل دولة عضوة، ليس كل الناتو. وهذا الدعم كان مهما جدا للشعب الأوكراني للدفاع عن أراضيهم وعن بلادهم، وبالتالي كان ذلك مهما جدا، ولم يحصل أي تغيير أساسي كبير في هذه القمة أو في الخطوات التالية. فهذا الدعم مستمر كقرارات مستقلة تقوم بها كل دولة عضو لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للشعب الأوكراني ليدافعوا عن حقوقهم وعن بلادهم. السيد الوزير، الآن لننتقل نتحدث عن التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية داخل هذا الحلف بفعل الحرب، وأنتم جزء من هذه الدول، بفعل السياسة التي اتخذت، القرارات التي اتخذت لمواجهة روسيا، وأغلبها كان اقتصاديا، تسميها روسيا حربا اقتصادية تشن عليها، لكن الدول الأوروبية أيضا تضررت ومتضررة من هذه العقوبات، من سياسة العقوبات. هل هنالك مخرجات متعلقة بالأمن الأوروبي، الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة سنشهدها لتفادي ضرر العقوبات على الدول الأوروبية نفسها؟ أستطيع القول أن الحرب ذات كل فعالية جدا، وكذلك هذا ينطبق على الاقتصاد ونوع الحياة واسلوب الحياة بالنسبة للجميع. العقوبات هي وسيلة نستخدمها لأننا لسنا في حالة حرب ضد روسيا. روسيا قررت غزو أوكرانيا، ونحن لدينا بعض الوسائل يمكن أن نستخدمها لمحاولة التأثير على التصرفات والسلوك روسيا والإجراءات المضادة. ولو قمنا بأي مقامرة، أن ما نقدمه هي ثمن بسيط لنتيجة الخطيرة التي تحصل لو أن أوكرانيا لم تنتصر في الحرب، لأن ذلك لن يكون فقط على أوكرانيا، بل يكون هذا الهجوم والخسارة لقيمنا وأن إيسلندا والدول الأخرى في الناتو إذا لم يستطيعوا أن يعتمدوا على القانون الدولي والديمقراطية وحكم القانون، فأن الكل فآنذاك ستكون أعلى بكثير مما نقوم به حاليا من إجراءات صحيحة. طيب الآن ما هو دور الدول وحجم تأثير التحالفات من خارج الناتو، الدول الحليفة للناتو في مثل هذه الوضعية وهذه الاستراتيجية الجديدة، حيث تصنف روسيا كأكبر تهديد لحلف الناتو، وانعكاس كل ذلك على يعني الموقف ككل العالمي وما نشهده من انقسام؟ نعم. نعم، هذا كلام صحيح. فأن روسيا فعلا هي أكبر خطر يهدد، وهذا أمر واضح ومفهوم، وهذا أدى تغيير المفهوم الاستراتيجي، وأن الخطر يتجاوز دول الناتو فقط، وبالتالي النتائج والتبعات قد تكون أكبر بكثير. ولهذا السبب من الضروري التأكد من أن المفهوم الاستراتيجي يظهر وينعكس، يعكس الوضع كما هو حاليا، ومع احتمال حصول عدم استقرار في عدة دول في العالم. ويمكن أيضا نتحدث عن الأمن الغذائي الذي يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة جدا، إذ أنها ستؤثر بشكل أكبر المناطق التي لا تستطيع أن تسيطر على الأمر. فبشكل عام هناك تبعات نتائج كثيرة، ولذلك نفهم أن هذا المفهوم الاستراتيجي يعكس ويتناول ذلك الموضوع. توردس كولبرن، وزيرة خارجية أيسلندا، من مقر انعقاد قمة الناتو في مدريد، شكرا جزيلا.